النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية المناصير للزيوت والمحروقات شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدر سنتر كريم هايبر ماركت منصة أبواب التعليمية المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملك الحسين للأعمال أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن نهار اليوم سادت أجواء مستقرة ارتفعت قليلا درجات الحرارة كانت أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام لكن الأجواء بشكل عام كانت مناسبة للخروج وأيضا لممارسة النشاطات الخارجية أيضا حبت رياح شرقية لجنوبية شرقية عملت على زيادة الإحساس بالبرودة بشكل قليل نستعرض الان وياكم المحاور الرئيسيه التي سنستعرضها في هذه النشره ستكون حول الطقس المستقر المتواصل خلال الايام القادمه ارتفاعات متتاليه على درجات الحراره وطقس اقرب للربيعي في اغلب ايام الاسبوع الحالي. صورة القمر الملتقطه خلال ساعات صباح اليوم توضح خلوع عموم مناطق المملكه من الغيوم لكن تقتربنا من المملكه كميات كبيره من الغيوم العاليه بدون فعاليه يتوقع أن تغطي عموم منطقة بلاد الشام والمملكة خلال الساعات القادمة تحديدا خلال ساعات المساء والليل هذه الغيوم ستزيد من أو ستزيد الإحساس بالحرارة هذه المرة خلال ساعات الليل وبالتالي الليلة القادمة أي خلال ليلة الاثنين على الثلاثاء يتوقع أن تكون درجة الحرارة الليلية أدفع من الليالي السابقة نذهب الآن وإياكم لخراءة توزيع درجات الحرارة في طبقات الجو المتوسطة حيث تندفع نحو المملكة كتلة هوائية ذات درجات حرارة على من التي اعتدنا عليها في الأيام الماضية ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير هي ناتجة عن اقتراب لمنخفض جوي بعيد في وسط البحر الأبيض المتوسط ينتج عنه اندفاع لهذه الكتلة الهوائية الحارة أو ليست الحارة أو الكتلة الهوائية ذات درجة الحرارة الأعلى من المعتاد قادمة من الصحراء الكبرى الأفريقية باتجاه المملكة وبالتالي يوم الثلاثاء بإذن الله يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس الطقس يكون ربيعي مائل للحراره في منطقه الاغوار والبحر الميت والعقبه بينما يكون ربيعي بشكل مميز في المناطق الجبليه العاليه. نذهب الان واياكم لخرائط توزيع الرياح المتوقعه من يوم الاثنين وحتى يوم الاربعاء يوم يوم الاثنين تهب على المملكه رياح جنوبيه شرقيه الى شرقيه تزيد من الشعور بالبروده لكن يوم الثلاثاء وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحراره يتوقع ان تتراجع شده هذه الرياح الشرقيه وبالتالي تصبح الاجواء مناسبه اكثر للخروج وممارسه ومناس... النشاطات الخارجيه خلال ساعات النهار، لكن خلال ساعات الليل تعود درجه الحراره للانخفاض ليسود الطقس بارد بشكل عام. يوم الاربعاء ايضا ت... تستمر درجات الحراره مرتفعه، اعلى من معدلات يعني مثل هذا الوقت من العام، طقس ربيعي في اغلب مناطق المملكه. هذا الان للتوقعات الجويه للعاصمه عمان خلال هذه الليله حيث ترتفع درجات الحراره 10 درجات مئويه، متوقع مع طقس غالبا غائم بغيوم عاليه بدون فعاليه، الملموسه 9 درجات، الرطوبه حوالي 75% والرياح. تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية الثلاث أيام القادمة يوم الثلاثاء 18 إلى 9 درجات مئوية، نفس الحرارة تقريبا يوم الأربعاء، يوم الخميس 17 إلى 9 درجات مئوية، مع استمرار للطقس المستقر بشكل عام. إلى هنا تنتهي نشرتنا إلى